الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن الله تبارك وتعالى قد شاء بحكمته أن يبتلي المسلمين بتسلط اليهود وعدوانهم في هذا الزمان. واليهود لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بتخطيط عظيم ماكر منذ سنين، وقد أنشأوا لذلك المنظمات والهيئات والجمعيات التي سعت في الأرض فسادا منذ عشرات السنين حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ومن تلك الجمعيات والهيئات التي صنعوها لخدمة أغراضهم الدنيئة هي الجمعيات والهيئات الماسونية، وهي موجودة من عشرات السنين وتهدف إلى هدم الدين وإلى نشر الرذائل وإلى تسخير الناس لخدمة الصهيونية. ومن أدل الأشياء على ذلك وما حدث عند تأسيس الدولة الصهيونية الفاجرة، كانت أول دولة تعترف بهذه الدولة المشؤومة هي دولة الاتحاد السوفيتي البائدة. ودولة الاتحاد السوفيتي كما تعلمون كانت دولة شيوعية ملحدة لا تعترف بأي دين من الأديان، فكيف كانت تلك الدولة الشيوعية الملحدة هي أول دولة تعترف بهذا الكيان الصهيوني اليهودي المتعصب لدينه؟ هذا اللغز لا يحله إلا أن ذلك النظام الشيوعي الملحد في روسيا سابقا كان قد تغلغل فيه الماسونية. فالماسونية تصنع الشيء وضده. الماسونية التي صنعت دول الغرب الحديثة، فهي متغلغلة منذ القدم في بريطانيا مثلا، أقدم محفل ماسوني موجود في بريطانيا. الثورة الفرنسية التي قامت في القرن في أواخر القرن الثامن عشر كانت ثورة ماسونية. الدولة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية، دولة تأسست على الماسونية ومعظم رؤسائها معظم رؤسائها ماسونية، هذا معروف ومفهوم. ولكن الغريب أن يكون الاتحاد السوفيتي الشيوعي الملحد ماسونيا. فأثناء الحرب العالمية الثانية كما تعلمون كان النظام النازي في ألمانيا وهتلر يبغضون اليهود ويكرهونهم لما يعلمون من دناءة أخلاقهم وطباعهم، فكانوا يقتلونهم ويمكنون بهم، وكان الشيوعيون في الاتحاد السوفيتي يخفونهم ويدافعون عنهم ويخبئونهم ويهربونهم وينصرونهم. ثم كانوا أول من اعترف بالنظام الصهيوني الغاشم في فلسطين. هذا ليس له جواب ولا تفسير إلا بأن الماسونية كانت متغلغلة في ذلك النظام الشيوعي. وللأسف فإن هذه الهيئات الماسونية أيضا قد تغلغلت بين المسلمين في جميع البلدان إلا من رحم الله، حتى نجد بعض شيوخ الدين ينتسبون إلى الماسونية أو على الأقل يناصرونها ويوالونها إن لم يكونوا أعضاء عاملين فيها. ففي بعض الدول العربية والإسلامية كان هناك مفتي لذلك البلد، وقد سمعنا ورأينا صوره وتسجيلات له في نادي اسمه نادي ليونز، ونادي معروف ماسوني، وهم يحتفلون بعيد ميلاد ذلك الشيخ المفتي ويغنون له جميعا هابي بيرثدي يا مفتي. تخيلوا، شيخ دين مفتي لذلك البلد، بلد من أكبر بلاد العرب والمسلمين، في نادي ماسوني ويجتمع فيه الرجال والنساء من الماسونية وأنصارها ويغنون له هابي بيرثدي يا مفتي. إلى هذا الحد تصل الماسونية لخدمة الصهيونية.
فما علينا أن ننتبه إليه يا إخوتي من المسلمين والمسلمات هو أن نعرف خطر هذه الجمعيات، وأن لا ننغر بأهدافها المعلنة الخيرية والمجتمعية إلى آخره، التي يتسترون بها ويخفون ما وراء ذلك من فساد ومن انحطاط ومن أهداف دنيئة. ولكن الله تبارك وتعالى غالب على أمره، قد وعدنا الله تبارك وتعالى بالنصر، ولكن إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وعسى أن يكون قريبا نصر الله تبارك وتعالى للإسلام والمسلمين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.